ومعنا مباشرة من واشنطن الإمام طلال عبد عيد المفوض العام للجنة الأمريكية لحرية الأديان في العالم، ومعنا عبر الهاتف من القاهرة السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية. أبدأ من ضيفي من واشنطن. سيد طلال، إلى أي مدى يعني أو من أين يستقي معدو التقرير معلوماتهم؟ طبعا أشكركم على هذه الفرصة لإسماع صوتي وصوت الهيئة العالمية. نحن نعتمد على تقارير وزيارات، فالتقرير وحده لا يكفي، لا بد من زيارات، لا بد من شهادة شهود، ولا بد من زيارات نلتقي فيها مع الحكومة ونلتقي فيها مع الأفراد من مختلف الأديان. فعندما يتم ذلك جميعا نبدأ بتقديم التقرير. نعم سعادة السفير أحمد بن حلي ضيفي في القاهرة، يعني كجامعة عربية كيف تنظر الجامعة العربية إلى هذا التقرير؟ ما هو تقييمكم؟ أولا نحن نعتبر أن هذه التقارير مع الأسف لا ترتكز على معايير معينة وعلى مقاييس معينة، وهي في الغالب هي تقارير سياسية، وفي كثير من الأمور يعني تضع المناقشة فيما بعدها في مسارات لا تخدم لا الديانات ولا يعني الحوار بينها ولا التواصل بين الشعوب. ثانيا أن الدول العربية لها مواثيقها، الميثاق العربي لحقوق الإنسان ووثيقة التطوير والتحديث التي أقرتها قمة تونس، ونحن نعتقد أن المنطلقات ينبغي كذلك أن تكون مبنية على أسس. فمن يمكنه أن يفتي خارج المنطقة العربية؟ وهذه المنطقة العربية هي صاحبة الديانات السماوية الثلاث وصاحبة الحضارات العريقة. يأتي شخص أو مجموعة أو دولة لتقيم هذه الديانات وتقول هذا يخترق الديانات وهذا يحترم الديانات. ثم ألا تذكرون أن الأمم المتحدة وبمبادرة من عاهل المملكة العربية السعودية قد عقدت مؤتمر دولي في نوفمبر الماضي وتكلم عن الديانات وحرية الديانات والحوار ما بالديانات وغير ذلك. نعتقد هذه هي القنوات الأساسية اللي ممكن من خلالها نتناول هذه الموضوعات وليس من خلال تقييم دولة معينة. اسمح لي سعادة السفير، أريد أن أسمع تعليقا من السيد طلال ضيفي في واشنطن. يعني كما ذكر سعادة السفير، هذه التقارير لا ترتكز على أي معايير أو مقاييس سياسية، كيف لمعدي هذه التقارير أن يفتوا وهم من خارج المنطقة؟ طبعا اسمح لي أنه أخالف حضرة السفير في رأيه، فأنا إنسان مواطن أمريكي، أنا إمام في منطقة بوسطن، لا أتبع لأي سياسة أمريكية، وقد عينت كطرف محايد ومستقل لأعمل في هذه اللجنة. فنحن نقوم بعملنا بكل شفافية ولا نحاول أن نتجنى على أحد. فنحن نسافر لكل الدول، نحن لا نرتجل تقاريرنا، نسافر بإذن الحكومات، حكومات الدول المعنية، ونلتقي بهم ونناقش معهم المواضيع المختلفة. نحن ننطلق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية، وطبعا ولكن سيد طلال يعني أنت كل ما ذكرته لحرية الأديان. سيد طلال عفوا اسمح لي، هذا كلام جميل، مواثيق دولية ومواثيق تابعة لحقوق الإنسان عالمية، ولكن يعني دائما ما تتهم هذه التقارير بأنها تقارير انتقائية تذكر الحقيقة ولكن ليس كل الحقيقة. يعني كيف تتعامل هذه التقارير؟ يعني لا تذكر هذه التقارير إسرائيل والقيود التي تفرضها على حرية الفلسطينيين عندما يمارسون الشعائر الدينية.
نعم، يعني هذه نقطة مهمة أنت تذكرها، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه نحن عملنا حرية الأديان. الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني هذا لا شك نحن نراقبه بكل شفافية، ونحن نعلم أن هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان سواء في إسرائيل أو في غزة، طبعا أنت تفرض تنطلق من هذا الموضوع، أو في فلسطين. نراقب هذه الأشياء ونعلم أن هنالك جهود حثيثة من قبل لكن حكومة. ماذا تفعلون سيد طلال؟ يعني هل تكتفون بالمراقبة؟ ما الذي تفعلونه؟ نحن نراقب إذا ثبت لدينا أن الحكومة هي متورطة في عمل ضد الحريات الدينية نقوم بعمل ما. طبعا لا نكتفي بالصمت. نعم، لا تكتفون بالصمت. دعني أتحول إلى ضيفي سيد طلال، ضيفي من القاهرة سعادة السفير أحمد بن حلي. ما هو الدور سعادة السفير الذي يمكن أن تمارسه الجامعة في هذا الإطار؟ والله نحن يعني نمارس في هذا الإطار الحوار، ونحاول بقدر المستطاع في سواء في المحافل الدولية أو في المؤتمرات الدولية أن نبين دائما القيم الإنسانية الكبرى التي جاءت بها هذه الديانات والتي ينبغي أن نعمل من أجلها. وكذلك أنا أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بسؤالي إلى ضيفك الكريم، ماذا قامت به وزارة الخارجية الأمريكية بالنسبة لتهويد سياسة تهويد القدس الآن الشريف ومنع المسلمين والمسيحيين من زيارة هذه الأماكن المقدسة؟ ماذا قامت به هذه الوزارة المحترمة بالنسبة للآن هذا يعني التعسف ضد أي إشارة لأي مسلم له أو يحمل رمز للإسلام في الدول الغربية؟ ماذا قامت به وزارة الخارجية الأمريكية بالنسبة للرسوم التي كانت تسيء إلى نبينا الكريم، وما زالت الآن هذه النغمة قائمة في عدد من الدول الغربية؟ أليس هذا حري بأن يكون هناك تقرير لكشف كل ذلك؟ إذن دعني سعادة السفير أسمع يعني إجابة أنت طرحت على ضيفي من واشنطن. يعني سعادة السفير سيد طلال ضيفي من واشنطن طرح العديد من الأسئلة، ماذا فعلت الخارجية الأمريكية ضد منع المصلين، ضد منع الفلسطينيين من زيارة الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية؟ ثم هناك من يرى أن هذا التقرير يركز فقط على بعض الدول التي يفتقد بينها، يعني ليس هناك ود بينها وبين الولايات المتحدة كالسودان وكإيران. نعم، هو المهم في الأمر أنه أنا هنا لست لأدافع عن سياسة وزارة الخارجية. سعادة السفير ممكن يوجه هذه الأسئلة، ولكن أنت إلى تشارك وزارة في إعداد التقرير، يعني طلب منك سيد طلال. أنا لا أشارك أبدا، أنا مستقل وأركز على مواضيع معينة. يطلب منك، هل تبدي رأيك في هذه المواضيع؟ لا، أنت هذا من مفهومك أنت، وأنا أحترم هذا المفهوم، لكن هذا لا يعني أنه أنا لازم أقوم بهذا الشيء. أنا أقوم بما يملي عليه ضميري في هذا العمل. الآن عندنا هنا مشكلة في بلاد إسلامية وفي بلاد غير إسلامية أيضا. في البلاد الإسلامية أركز مثلا، لماذا في البلاد الإسلامية نجد الاضطهاد للأقليات؟ إذا كان البلد أو الدولة من الشيعة فهناك اضطهاد للسنة، وإذا كانت من السنة فهنالك نعم اضطهاد للشيعة. نعم، وفي الدول الغربية أيضا يعني يضطهد المسلمون. يعني قال سعادة السفير في القاهرة أن أيضا المسلمون يعني تنتهك حقوقهم ويضطهدون في الدول الغربية. أين مثلا أنت تريد أن تعطيني مثلا مثال؟ أنا أعيش في منطقة بوسطن، هل عندك إحصائيات كم من المسلمين يتعرضون؟ طب ماذا بشأن الصور المسيئة للنبي في الدنمارك والأفلام التي خرجت تحت عنوان حرية التعبير عن الرأي؟ طيب يعني لازم